بدون عناء وكما كان متوقعا فقد تأهل كل من النجم السويسري روجير فيدرر والنجمة الإسبانية غاربيني موغوروزا إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تخطيهما عقبة كل من السلوفيني إلياش بيديني والفرنسية جيشيكا بونشيه في الدور الأول من المسابقة. وحقق روجير فيدرر حامل اللقب فوزا سهلا على السلوفيني إلياش بيديني في مباراته الأولى ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وحول اللاعب السويسري الذي يبلغ عمره 36 عاما المواجهة المسائية على ملعب رود ليفر إلى مباراة استعراضية، إذ سدد 41 ضربة ناجحة ليتجاوز بيديني بنتيجة 6-3 و6-4 و6-3. وسيلتقي فيدرر في الدور التالي مع الألمانيان لينارد شتروف. وفي فرد السيدات تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروزا للدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها على الفرنسية جيشيكا بونشيه بواقع 6-4 و6-3. ونجحت موغوروزا بطلة ويمبلدون في اجتياز الدور الأول دون معوقات لتتجاوز بونشيه في 84 دقيقة. وستواجه اللاعبة الإسبانية بالدور المقبل التايوانية سو وي هيسيه والتي أقصت الصينية لينزي هو.